هي شقته الجديده فين؟ لا لا استنى بلاش تروح له استنى. في ايه يا رحاب؟ في ايه؟ الله انت مش عارف ابوك ولا اخوك مين؟ خايفه ليه من حته راجل ما يسواش زي سيد؟ هو ماسك عليك زله يا بنت. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ زله ايه وبتاع ايه؟ وبعدين هخاف من ايه يعني؟ لا طبعا مش خايفه ولا حاجه. رحاب انا كنت عايزك في كلمتين كده بعد اذنك يا حاج. ماشي. مالك بقى يا رحاب؟ ما تحكيلي. مفيش، انا قلقانة على البنات شوية. بس سيبك من موضوع البنات ده، ده امره سهل، هيباتوا في حضنك الليلة. انا عايز افهم ايه اللي بينك وبين سيد بالظبط. هيكون في ايه يعني؟ ما انت عارف سيد وعمايله وزعبيب. رحاب انا جايبك هنا المكتب عشان نتكلم على راحتنا. ابوك كلامه صح، انت ليه خايفة من سيد طول الوقت؟ رحاب انت مخبية علينا حاجة؟ انا خالص هخبي ايه يعني؟ امال مالك في ايه؟ يا رحاب انا اخوكي وفاهمك اكتر من اي حد في الدنيا دي. اتكلمي وما تخافيش. رحيم انا غلطت غلطة كبيرة قوي وبدفع ثمنها لحد دلوقتي. غلطة؟ غلطة ايه؟ فاكر ابراهيم الغرباوي؟ فاكر لما ساب الشغل معاكم وسافر برا مصر ومرجعش تاني؟ سيد هو اللي اجبره انه يعمل كده. وسيد ماله ومال ابراهيم؟ ابراهيم ده انسان واطي، فهمني في الأول إنه بيحبني وأنا صدقته وفضلنا مع بعض لحد والله ما أعرف ده حصل إزاي. والله كنتش عارفة أتصرف، فضلت عايشة في دوامة فضيحة من ناحية وإبراهيم وندلته من ناحية تانية. فضل يذلني ويطلب مني فلوس كل يوم، وفي الآخر راح حكى لسيد على كل حاجة. ما هما كانوا صحاب ساعتها. سيد جالي ساعتها وقال لي انسي إبراهيم ده خالص، كأنه ما ظهرش في حياتك. وفعلا إبراهيم سافر ومبقاش يكلمني تاني، واللي عرفته بعد كده ان سيد طرده وهدده. ومش بس كده، سيد جالي وقال لي انه بيحبني وطلب مني الجواز عشان يستر علي وانه ما يقدرش يعيش من غيري. عرفت بقى يا رحيم انا مستحمله سيد طول السنين اللي فاتت دي ليه؟ أصعب حاجة في الدنيا إن الواحد يعيش عمره كله هو شايف أقرب الناس ليه في صورة، وبعد كده يشوفهم في صورة تانية خالص. Thank you.
لا يا عم سيد، انت سكتكم السالكه كلها ليه يا باشا؟ كفايه اللي حصل المره اللي فاتت. يا عم اهدى كده وصلي على النبي. الله، بعدين رمضان انا مش مغفل عشان اتعلم عليها مرتين. اللي حصل المره اللي فاتت حاجه والمره دي حاجه تانيه خالص. ونضمن منين الكلام دوت؟ المره اللي فاتت اتعورنا في فلوسه بس، يا عالم بقى المره دي اتعور في ايه تاني؟ يا عم محدش يعورك، ما تخافش. الله، دي شغله نظيفه كده ومش هتاخد في ايدك غلوه وهتخلص في التلاته. الله، وبعدين رمضان هو حد لاقي الشغل اليومين دول؟ يا رمضان ما ترفضش النعم عشان ما تزولش من وشك. بقول لك يا سيد، انت ضامن الناس دي قوي؟ برقبتي، ده اخويا. اخلص بقى عشان اطلع اشوف البنات اللي في العربيه دول. نشوف اخرتها معاك. والله اخرتها مال بنو حلاوه طحنيه. انا عايزك بس تخش يا رمضان كده المكنة تضرب الحجرين الموتين، ها؟ وتسخن كده وتسخن لي الكمبيوتر. يا نهار السويد. اسخن. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ بابا ماله بابا تاني؟ هرب، هرب زي كل مرة. هرب راح فين يعني؟ ما عرفش، اختفى فجأة، خد مراته وخد رنيم وما لهمش أي أثر. طب ما يمكن سافروا ولا راحوا هنا ولا هنا؟ ما حدش من الجيران يعرف عنهم أي حاجة. كلمته ألف مرة تليفونه مقفول، والمحل اللي كانت مراته مأجراه كمان مقفول. وصح وقال إنهم جم فجأة لموا حاجتهم بسرعة ومشوا. هو دايماً كده، بيعرفش يعمل ولا أي حاجة في حياته غير إنه ياخد بعضه ويهرب. طب ورنيم ذنبها إيه؟ أنا كل اللي كنت عايزاه إن أنقذها من اللي هي فيه. دلوقتي خلاص رنيم راحت ومستقبلها ضاع. ما عرفتش أنقذها يا ماما. هدي نفسك يا حبيبتي. أنا السبب، أنا اللي ملحقتهاش. ما تظلميش نفسك يا دالي، أنت عملتي كل اللي تقدري عليه. الذنب ذنب أبوها، هو اللي جابها في الدنيا دي وعارف إن مستقبلها هيكون إزاي. ليه ربنا خلاني أشوفها؟ ليه خلاني أقابلها وأحبها؟ لو بيعاقبني عشان ذنب أنا عملته، هي مالها؟ هي ذنبها إيه؟ فكريش كده يا داليا، كل واحد في الدنيا دي ربنا خلقه وهو أعلم بطريقه عامل إزاي. مش يمكن يا حبيبتي بعدها عنك يكون أحسن لها؟ حد عارف؟ يا روكا، يلا بقى اللبن 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 يا روكا. يا رولو مالك؟ ما تاكل يا مي. رحيم، مبروك على الشقة يا سيد. ولو اني شايف ان ذوقك زبالة. انت جاي ليه؟ ممكن يا ولاد تخش جوه عشان هنتكلم انا وبابا في شغل. شغل ايه اللي هتكلم فيه؟ هتعرف لما الولاد يخشوا جوه. خير يا رحيم؟ لا خير ان شاء الله. دي عشان ما تاخدش اقل رحاب غصب عنها. ودي عشان تبطل تزل رحاب تاني. استنى فاهمك حاجة رحيم. ودي بقى حساب قديم كان لازم يتصفى. تعرف يا سيد ايه اللي كان منعني عنك طول السنين اللي فاتت؟ العيال اللي جوه دي. لان انا عارف يعني يا اب، وعارف انه مهما غلط برضه هيفضل اب في نظر عياله. انا مش عايز العيال دي في يوم من الايام تقول ان خالنا اذبونا، لانهم في النهايه حته مني. ان كان شيطانك ضحك عليك وهيالك انك لما تاخد العيال دي تبقى انت كده بتلوي دراعنا، لا كده تبقى انت غلطان، وغلطان قوي كمان. فاهم؟ غلطت في ايه يا رحيم؟ عيالي يا اخي وحبيت اشوفهم، غلطت في ايه؟ حقك، بس انا الاوان بقى يرجعوا لامهم. مش هتاخدوا عيالي مني يا رحيم. في الاول وفي الاخر انا ابوهم. سيد، انت اتفه من اني اخد ودي معاك في الكلام. انا هندع العيال دلوقتي عشان يسلموا عليك قبل ما اخدهم واوديهم لامهم. يلا.
نفسك كده. حاضر يا العيم. حاضر. يا بنات تعالوا. تعال يا روك. يلا يا بنات سلموا على بابا قبل ما نمشي علشان ماما مستنياكم. هو احنا هنمشي يا بابا؟ اه حبيبتي. تروحوا مع خالكم لماما. ها مالك يا بابا انت تعبان ولا ايه؟ لا حبيبتي انا زي الفل. تريش يلا روحوا مع خاله بقى ما تعملوش مشاكل. ها ماشي يا روكا. يلا بنات عشان ما تاخرش. معايا هتموت بإيدي. مبروك البراءة يا سامي. يا أخي بيقولوا اللي بيخش السجن ده نفسه بتتسد عن الأكل. أنا يا أخويا شايفك يعني جايب لي الطبق لمسة أكتاف. الكلام ده بيحصل مع اللي بيقعدوا في السجن مدة طويلة. لكن بالنسبة لي أنا أديك زي ما أنت شايف. السجن ما استحملنيش أكتر من يوم. أنا عارف. مش يمكن ترجعوا تاني؟ مستحيل مستحيل. سامي عوض ما يدخلش السجن مرتين. طب وإن دخلتك تاني؟ عارف يا سامي وأنا صغير كنت عامل مشاكل مع العيال كلها. بابا حب يحل المشكلة دي. عمل ايه بقى؟ جاب لي قطة. قطة صغيرة كده. وقال لي اللي يعرف يتعامل مع الحيوانات هيعرف يتعامل مع البني آدمين. في يوم دخل عليا لأني ماسكها بغرقها. افتكرني بموتها، رقعني حتة قلم مش ناسيه لحد النهاردة. هو كان فاكرني هموتها. بس أنا ما كانش قصدي أموتها. أنا كنت مستمتع بالرعب اللي في عينيها وهي حاسه ان روحها بتتسحب منها حبه حبه. وانت بقى بتلعب معايا اللعبه دي عشان ترهبني. بس الحاجه الحلوه المره دي ايه بقى؟ ان بابا مش موجود عشان يديني بالقلم. شوف يا عماد بيه، كل الحكايات دي اللي انت حكيتها لي عنك وانت صغير انا حافظها كلها واقدر اكررها لك بالحرف الواحد. لكن انا بعيد عن الشغل، انت تقدر تعرف انا فين؟ ما تقدرش تعرف ولا حرف. عشان كده انت هتفهمني. انت اللي المفروض تخاف مش أنا، عشان أنا عارفك كويس قوي. ده عسل يا سامي. ومين قال لك إن الحكايات دي حقيقية؟ مش يمكن بسرح بيك؟ عموما بكرة كل شيء يبان. بكرة؟ بكرة كان نفسي تبقى معانا بكرة. بس يلا عليه العوض يا سامي يا عوض. كان نفسي تبقى معانا. بس